السلام عليكم ورحمة الله. يقال إن الصورة قد تغني عن ألف كلمة. في الكاريكاتير أو فن الكاريكاتير أحد أهم فنون الصحافة، وله من التأثير ما قد يتجاوز المقالات الطويلة. عدا ذلك فهو رسالة وسلاح فاعل للتوعية وللمقاومة أيضا. يعتمد على الصورة المرسومة بشكل رئيس، ويعد من أهم وأقوى الفنون التعبيرية سيما في المجال السياسي، ويقوم على تصوير الأفكار لتوصيل الرسائل المقصودة من فكرة الرسم. في اليمن يعتبر الكاريكاتير فنا فتيا من حيث الاحتراف والممارسة، فمن رحم ثورة التغيير الشبابية السلمية ولد العشرات من المبدعين في رسم الكاريكاتير. بعضهم صار اليوم نجما في سماء هذا الفن، يخوض جنبا إلى جنب مع الكتاب والصحفيين في جبهة الفن والإعلام للتصدي لموجة الإمامة. في حلقة اليوم ناقش الكاريكاتير لكونه فنا ورسالة، ولأهميته في مسيرة استعادة الدولة التي كان ولا يزال لفناني الكاريكاتير بصماتهم الملموسة في هذا السياق. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من عدن الفنان أحمد يحيى، وكذلك سيكون معنا رسام الكاريكاتير في صحيفة الأيام سابقا أحمد يحيى، وأيضا عبر الهاتف سيكون معنا هلال المرقب، وكذلك من هلال المرقب وكذلك سيكون معنا من تعز رسام الكاريكاتير المعروف رشاد السامعي. في البداية قبل أن نذهب للنقاش نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع أحمد يحيى رسام الكاريكاتير من محافظة عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. إذن إلى أن يجهز الأستاذ أحمد يحيى معنا الآن الأستاذ رشاد السامعي من تعز. مساء الخير أستاذ رشاد. أستاذ رشاد مساء الخير. أستاذ رشاد السامعي هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك إشكالية، لا أسمعك أستاذ رشاد. إن كنت تسمعني في البداية ضعنا بصورة أهمية فن الكاريكاتير في مواجهة الانقلاب، في دعم المقاومة، في صنع التغيير. مسي عليك أخي بشير، ومسي على ضيوفك الكرام، ومسي على مشاهدين قناة بلقيس. أهلا ومرحبا بك. الكاريكاتير. نعم اسمعني أخي بشير. أسمعك الآن، تفضل أستاذ رشاد نسمعك. نعم الكاريكاتير طبعا هو أثر بالثورة حتى قبل قيامها، كان له تأثير بطريقة غير مباشرة. طبعا كان كثير من رسامي الكاريكاتير يعني يقوموا بإنتاج أعمال في نقد الفساد على مدى فترة طويلة طبعا. نعم. أعتقد هذا أثر بشكل بطريقة أو بأخرى يعني بقيام الثورة، كان جزء من التأثير بقيام الثورة. نعم. يعني أعمالهم التراكمية حول نقد الفساد والفاسدين يعني الفساد بشكل عام كان له أثر عند الناس طبعا باتخاذ موقف وقيام الثورة. نعم. طبعا الكاريكاتير كان في البداية كان من قبل يعني كان محصور، وكان يعني كان في قيود كثيرة على رسم الكاريكاتير، كان في خطوط حمراء على رسام الكاريكاتير، لم يعني ما خاش راحة رسام الكاريكاتير بالرسم. أعتقد مع ثورة الشباب انطلق رسام الكاريكاتير يعني وجد فضاء أوسع للتعبير عن القضايا المهمة. نعم. بعيد عن القضايا الهامشية الجانبية اللي كان يناقشها بخوف يعني، لأنه نعم. كان زي ما قلت لك يعني كان في خطوط حمراء كثيرة، وكان في ضغوط على رسام الكاريكاتير، وكان نعم. في خوف. ثورة الحادي عشر من فبراير ربما كانت هي البداية لكسر كل هذه الخطوط الحمراء وانطلقت منها. وربما رشاد أنت من أكثر فناني الكاريكاتير يعني شهرة، وربما يعني رسماتك انتشرت بشكل واسع وبشكل كبير. هل تعتقد رشاد بأن هذه الرسمة التي تقوم بريشتك وأيضا الكثير من الفنانين لها أثر كبير، أحدثت تغيير في المجتمع وفي وعي المجتمع؟
والله حسب ما اشوف يعني الكاريكاتير له تاثير كبير جدا على المشاهد. نعم هو يوجه رايي طبعا، الاكثر الناس اللي يتاثروا بالكاريكاتير احيانا تاثير الكاريكاتير يكون على الشخصيات المتذبذبه اللي ما فيش معاهم موقف، يعني ما يعرفوش الصح من الخطا، فياتي الكاريكاتير كتعزيز لوجهه نظر معينه فيؤثر، يعني يؤثر كثير بالناس. ايضا يعني مقارعة الدكتاتوريات والظلم والفساد، هذا طبعا ما يخافهم من الكاريكاتير كثير، عشان كذا يعني الكاريكاتير نعم مؤثر عليهم وعلى نعم المتلقي بشكل عام. نعم الكاريكاتير رشاد، هل هو مثلا يصل لمعظم الناس، حتى الناس يعني الفئة ربما نقول الغير مثقفة أو الغير متعلمة بشكل أوسع، يعني عامة الناس يفهم الكاريكاتير ويفهم الرسالة والمغزى منه، أم ربما تظل هناك بعض يعني الأشياء والجوانب القصور التي لا يستطيع أن يفسرها ولا يفهم المغزى من هذه الرسمة؟ والله حسب ثقافة الفنان نفسه، ثقافة رسام الكاريكاتير، نعم كل ما تقدم الكاريكاتير بشكل مبسط بعيد عن التعقيد والمصطلحات، يعني أو أحيانا القارئ يكون ما يقراش ولا يكتب، يعني لا يقرأ ولا يكتب، صحيح فيفضل أنه نقدم له كاريكاتير صامت بدون كلام مبسط، يعني سهل يصل للقارئ بسهولة. طبعا أنا لاحظت يعني في فترة من الفترات لما يعني لما كانت الصحافة حية نعم قبل ما تسيطر جماعة الحوثيين وكذا، نعم ألاحظ في الأكشاك عامة الناس، حتى الناس البسطاء أو العمال العاديين اللي ما يقرأوا ولا يكتبوا يتابعوا الكاريكاتير، أنا كنت ألاحظهم كذا من بعيد، فلاحظ أنهم يقلبوا على الكاريكاتير يحاولوا يفهموا الكاريكاتير، نعم معناته أنه يوصل للناس كلهم. أيوه نعم طيب رشاد، أنت تميل إلى أي يعني مدرسة نسميها مثلا، التي تحاكي ببساطة وبشكل بسيط مفهوم للناس، أم يعني تتغلب أوقات يتطلب منك الأمر أن تكون الرسمة ولو معقدة قليلا، أنت إلى أي مكان تميل، البساطة أم يعني للفنون التي معقدة على قليلا؟ حسب الموضوع، على حسب الموضوع، نعم الموضوع هو اللي يحدد، يعني في انت تستهدف فئة الناس البسطاء يعني تناقش لهم قضايا فساد وقضايا تهمهم، يعني قضايا اجتماعية ممكن، بس اذا يعني تجي تناقش قضايا تهم المثقفين ترتقي الى مستوى مثقف، بحيث انك يعني اسمه يعني تلفت انتباهه للكاريكاتير. نعم الموضوع نفسه هو اللي يحدد إذا كنت تريد تقديمه لأي فئة أو لأي جماعة كذا يعني. نعم طيب عندما يعني رسم أي كاريكاتير تريد إيصال من خلاله سواء رسالة يعني لصنع تغيير أو رسالة لعلاج قضية معينة في المجتمع، النقطة الأهم في رسم الكاريكاتير وعليها تبنى الفكرة، من أين تبدأ؟ تبدأ هي حالة انفعالة طبعا، أنت تشوف القضايا التي تواجهك أو تتعرض لها، وتشوف مدى أهمية القضية ومتى تطرح موضوعك وبأي طريقة بأي أدوات، يعني هذا كله يدرسه قبل إنتاج الكاريكاتير، عشان نعم كذا الرسام الكاريكاتير يفترض أنه ما يستعجلش بإنتاج فكرة، أو أنه ما يخضعش لمشاعره الداخلية، لا لازم يتأنى بدراسة الموضوع، لازم يتأكد من الموضوع اللي يعني يرسم عليه، لازم يتأكد قبل، لأن الكاريكاتير خطير جدا، والمسألة مش مسألة يعني لفت أنظار أو شهرة أو كذا، لا هي أمانة قبل كذا، نعم لازم يتأكد من الموضوع تمام ويبدأ بعدين يدرس الفكرة تمام ويطرحها على طول نعم بدون ذكرت أنه تردد. يعني هناك في خطورة قبل أن يتم يعني الرسم وأن يعني يتوحى الدقة والمصداقية فيما يعني يرسم ويجسد في الرسم الذي يقوم به، ما هي الخطورة التي أردت أن تتحدث عنها رشاد؟ احيانا يعني رسام الكاريكاتير يرسم يمكن ب ب ايش اقول لك، يعني هو يحتاج، مش كل الرسامين، بعض الرسامين يحتاج الى لفت الانظار او الناس تكلموا عنه، بعض الرسامين اقول، فما مش عارف ايش اللي يترتب على الفكره، الناس يتاثروا فعلا برسام الكاريكاتير وبرسمه الكاريكاتير، ممكن يغير مواقف مجموعات كبيره من الناس، اللي شاهد كذا الرسمه انت تتوقع انه خلاص شافه والناس عجبوا بالرسم وانتهى الموضوع، لا في ناس فعلا يغيروا مواقفهم، في ناس يتأثروا بالكاريكاتير، سواء كان الكاريكاتير اجتماعي ممكن يأثر
على المستوى الاجتماعي، على مستوى الأسرة، ممكن يكون سياسي أكثر على مستوى القرارات السياسية وهكذا. نعم نعم، عشان هذه الخطورة اللي أتكلم عنها. صحيح رشاد، أكثر الرسوم الكاريكاتيرية يعني وصولا إلى الناس وتأثيرا، التي تأتي بصورة ساخرة ومضحكة أم التي تكون هادفة ومعبرة؟ والله الكاريكاتير هو بالأساس، يعني الكاريكاتير لازم يكون ساخر، لازم يكون ساخر، أيوة لازم، لا يفتقر إلى الفكرة الكاريكاتورية الساخرة، وبس ما يمنع إنه يكون إحدى الأساليب الصورة المؤثرة، الصورة المؤثرة يعني بدون، خالية من السخرية. الواقع هو أصلا مؤلم، فما نشيش نزيد من الضغط على الناس بالألم جنب الألم. أيوة أقصد مثلا عندما نعم أقصد عندما مثلا رشاد، لما يكون مثلا مشهد لضحية معينة أو لجريمة ارتكبت بحق أطفال، نساء أو ما شابه ذلك، في هذه اللحظة يتطلب عدم يعني أن يكون الكاريكاتير في نوع من الضحك أقصد. لا أنت ممكن تسخر، بس السخرية الجادة يعني، مش السخرية بغرض السخرية، لا سخرية جادة بغرض الانتقاد يعني. أنت أيوة. أنت تنتقد، عشان كذا ما في مشكلة إذا دخلت السخرية، وهو أساس الكاريكاتير السخرية أصلاً، فالسخرية من الألم. نعم. أنت تسخر من الألم يعني. أيوة. طيب رشاد، تكرم بالبقاء معي، وسينضم إلينا هلال المرقب، وأيضا سينضم معنا أحمد يحيى من محافظة عدن. نتابع الآن بعض التصريحات حول الكاريكاتير وأثره في المجتمع وصنع التغيير، ومن ثم نواصل الحديث. لعب الكثير من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين في مواجهة الانقلاب، سواء بأفكارهم التشكيلية أو بأفكارهم الكاريكاتورية المضحكة التي ينجذب إليها الناس. انتشرت الكثير من الأعمال في مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والتلفزيون ساعد في نشر هذه الرسومات وإيصالها إلى جميع أفراد أو إلى الأغلبية من الناس. نحن كفنانون عملنا على إيصال رسالة لأبناء مدينة تعز عبر تعرية الميليشيات الإنقلابية وفضح جرائمها من خلال الرسومات، وكذلك العمل على دعم المقاومة الشعبية من خلال الرسومات التي ترفع عن معنوتهم. المنتج الفني يقوم بدور كبير في صناعة الرأي العام، حيث المنتجات الفنية هي قريبة من قلوب الجماهير وعقولهم. نحن في تعز قمنا بإنتاج بعض الأعمال الفنية التي تناهض المشروع الإمامي، كأعمال الرسوم المتحركة والفلاشات الإعلامية وغيرها. لعب الفنانون التشكيليون دور مهم في التصدي لمشاريع الانقلاب من خلال إيصال رسوماتهم عبر المنابر الفنية التي جسدت واقع المدينة، وربما تكون صورة أبلغ من 1000. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا، وأعود هذه المرة إلى عدن مع الأستاذ أحمد يحيى الرسام الكاريكاتور. مساء الخير أستاذ أحمد. اهلا وسهلا فيكم، فرصه سعيده جدا. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد. ربما انت في دائما في رسومك تركز على قضايا اجتماعيه بالدرجه الاساسيه، في يعني بعيدا عن السياسه ربما، او تطرق لها بشكل خفيف. لماذا تحرص في جانب الكاريكاتير على القضايا الاجتماعيه اكثر من جانب الفساد او دعم المقاومه او ما شابه ذلك؟ أنا من البداية طبعا بدأت الكاريكاتير من 2005 في تحت الأيام، والكاريكاتيرات اجتماعية وضد الفساد والسياسة. نعم. كل القضايا اللي تهم المواطن في عدن والحمد لله يعني موفق بإذن الله، وربنا يوفق الجميع. هذا يعني الشغل كيف كل القضايا أناقشها. نعم. طيب أستاذ أحمد، أبرز القضايا التي ربما جسدتها بريشتك في الكاريكاتير وأحدث التغيير في يعني الوسط الاجتماعي. طبعا أول مرة من ناحية العمل الكاريكاتيراتي أنا اللي بدأ فيها كان ضد الظلم والاضطهاد من يعني الفترة اللي كنا فيها أيام. نعم. علي عبد الله خالد مخلوع. نعم. وقواتهم اللي كانت تنتشر في عدن، والاضطهاد الجنوبيين ونهب حقوقهم وأراضيهم، وقال أنا في العمل بكل حق بكل أمانة. نعم. والحمد لله على كل حاجة طبعا، وإلى حد الآن لازم نناظر ضد الفساد ومهما كان أيا كان فاسد. نعم. أيا كان أنا أتكلم، لأنه هذا الكاريكاتير يفضح يكشف الحقائق لكل الناس.
نعم. لأنها يعني الظلم والاضطهاد ما حد يرضى عليه، والفساد ما حد يرضى عليه، ونحن لأن رسام الكاريكاتير هي أمانة، لازم تعمل فيه أمانة، شغل توصل الرسالة بكل أمانة. نعم. ولا تنحاز لأي شخص ولا لأي حزب. نعم. لأنك أنت من الشعب وعملك للشعب نفسه. بالتأكيد. أستاذ أحمد، أي رسمة تريد أن تجسدها حول قضية معينة يعني تنبع يعني أنت تلامسها شخصيا أم ربما تعكس حتى ولو هموم الآخرين تجسدها عن طريق ريشتك؟ أولا لا تنسى أننا من الآخرين اللي نعاني من المعاناة طبعا، والفكرة تطرى لأنه تلاقي الناس اللي يشكي واللي يقول الناس اللي قدام الإنسان يعني كيف تعبر عن نفسها المعاناة. معانا إلى حد الآن زي معاناة الناس الرواتب، زي معاناة الآن الناس المعاشات اللي استلموها والاضطهاد عند البريد، معاك الآن زي اليوم معي كاريكاتير أنا عملته على غلاء المور بهذا الشكل، كاريكاتير دخلها بحساب ناسف لأنها طلبت منه مهر وطلبت فوق المهر حزام، دخلها بالحزام خلت تظل الحزام اللي طلبتي، هذا من شأن يعني غلاء المور، لابد من التحقيق. نعم. عن هذا سامك يا أستاذي. أيوة. هذا كاريكاتير بينزل لسه بعد بكرة. نعم. إن شاء الله بإذن الله. هذه المعاشات راحت إلى قبل ظهرها تشكي سبب المعاشات، واللي تقول لك اللي ما ترتاح واللي عايش واللي يعني في التعب والنكد. صحيح. أستاذ أحمد، أنا شاهدت لك ربما يعني كان في عام 2013 أو نهاية 2013 كان هناك مؤتمر خاص بالبيئة والنظافة عن عدن، فأنت ربما لم تصبر حتى يعني يعطيك المجال لكي تتكلم، اقتحمت القاعة وطلعت تعبر بشكلك حتى يعني جسدت صورة كاريكاتورية باسمك وتحدثت عنها مباشرة. وقلت لهم في وجود الوزير ووجود المحافظ ووجود كل القادة معانا، قلت لهم ولا الحرمة مراعية بعد أسبوع تخلص المؤتمر ولا عادة والزبالة بيدها، مش معقول تعملوا لي أسبوع نظافة وكل نشاط وعمل وبعدين ترجع الوساخة على مكانها، يا اما استمرار النظافه وبعدين قبل اي شيء اشتغل لكم، اهم شيء نظافه القلوب يا استاذ. نعم. أنا أفضل. نعم. طيب هل الاستاذ احمد يعني هذه المواقف والرسومات التي تقوم بها ويعني ربما بصوره مباشره تنتقدون الفساد او ما شابه ذلك، هل تعرضكم للخطر لتهديدات في حياتكم؟ انا من ناحيتي لا، الحمد لله. الحمد لله. ما فيش اي تهديدات ولا الناس، أنا أتكلم الصراحة يا أخي، وهذا الناس عبّت. لا. نعم. إلى حد الآن الحمد لله، إلى حد الآن الله أعلم بعد المقابلة هذه، الله أعلم. أنا إن شاء الله بالعكس المقابلة هذه إحنا نحاول نظهرك للناس وفنك الجميل وريشتك ورسالتك التي دائما أصلا هي في صف المواطن والوطن، هي ليست ضد المواطن ولا ضد الوطن. طبعا. نعم. سخرية نضحك معك طبعا، تحياتي لكل القائمين على هذه القناة، وتحياتي. نعم. الأستاذ والابن والأخ رشاد السامعي طبعا حج سوى. نعم. أعود لك أستاذ رشاد من جديد، أنت أستاذ رشاد ربما الفترة الأخيرة نهيت أنه في دعم المقاومة الشعبية، دعم الجيش الوطني في رسومك، دعم استعادة الدولة، إلى أي مدى ربما سبب لك هذا ربما مشاكل في حياتك أو تهديدات أو عرضت حياتك للخطر؟ والله يعني قدك عارف يعني الخطر طال، حتى ناس منفسبكين يعني ناشطين بالفيسبوك فقط تعرضوا للخطر وتعرضوا للاختطاف والملاحقة، فماذا صحيح يعني ترقينا تهديدات وملاحق، الحمد لله يعني رب العالمين. الآن نحاول نحن نقدم شيء بعيد عن اسمه، بعيد عن ايش؟ يعني بعيد عن الخطر وبعيد عن نعم. قدر الزملاء اللي بصنعاء طبعا كثير من الرسامين حكموا عن رسم الكاريكاتير خاصه اللي بصنعاء وبالمناطق التماسه الاحتكاك، نقدر موقفهم لانه صعب انه واحد يعني يعرض نفسه للخطر. نعم. اذا شعر بخطر فيفضل انه يعني يتوقف. نعم. أستاذ نعم أستاذ، أنتو رشاد أسستوا رابطة لفناني الكاريكاتير، هذه الرابطة إلى أي مدى ربما ساهمت في إحياء هذا الفن، المحافظة عليه، دعمه، التواصل بشكل مباشر مع من هم مهتمون بهذا الجانب؟
والله كانت حلم يعني، كانت فكرة وبدأنا فيها، بس للأسف أعتقد الأحداث الأخيرة حصلت وأخرت الموضوع كثير. يعني دخلنا بالثورة وكذا وانشغلنا بالموضوع هذا وبالحكاية الرابطة، لكن نتمنى أنه تتحسن الأمور ونعود للحكاية هذه. الموضوع مهم بالنسبة للرسام الكاريكاتير أنه يكون معهم رابطة معهم وتلوم شتاتهم. يعني الآن كل واحد يرسم لحاله، كل واحد في ناس يحتاجوا توجيه، في ناس يحتاجوا دعم، في ناس يحتاجوا حتى يعني تدافع عن حقوقه. الرسام الكاريكاتير نفسه في بعض الأماكن ما يستطيع أنه يدافع عن حقه. فمع الكيان والرابطة بيكون أقوى وبيستفيد كثير. نعم أستاذ رشاد، ربما الكثير من زملائكم في هذا المجال في مجال الكاريكاتير كانوا في 2011 مساندين للثورة وكانوا ضد الفساد والمفسدين وضد رئيس المخلوع. الآن بعد الانقلاب ربما تحولوا في صف الانقلابيين ويعارضون الدولة والحكومة الشرعية وفكرة المقاومة. كيف يمكن لرسام الكاريكاتير عندما يحمل قيمة ينتقد فيها الفساد يتحول بين عشية وضحاها مع الفاسد نفسه؟ والله نحترم رسامي الكاريكاتير كامل يعني بدون استثناء، وانا اعتبر انه هذا يعني قناعته وموقفه، وهو حدد موقفه وخلاص. يعني كل واحد يحدد قناعته بالنسبه للموضوع هذا. بالاخير يعني كل واحد يؤدي امانته وذمته اللي يشوفه صح، يعني يشوف الطريق الصح يعمل فيه. ما نقدرش نضغط على احد ولا احد يقدر يجبر احد على مواقف معينه. كل واحد يطرح قناعته بالكاريكاتير، هي امانه بالاخير. كل واحد يشوف الطريق الصح اللي ممكن يعمله يعمله. نعم فيما يخص أستاذ رشاد، يعني المهنة عندما تنعكس على شخص الإنسان نفسه، مثلا فن الكاريكاتير عندما يقدم شيء جميل يلمس معاناة المواطن، يجسد قضية معينة، يحارب فيها الفساد، كيف تلاقي ردود الفعل من المواطنين والمجتمع من حولك؟ والله طبعا السعادة هنا صعب أن واحد يوصفها لما تشوف ناس تأثروا بكاريكاتير. نعم. وأحيانا يعني بدون مبالغة والله لو قلت لك أنه في كاريكاتيرات اللي رسمتها وصلت لحد البكاء، يعني ناس تطروا لي يقول لي والله أنا بكيت من الفكرة كذا. طبعا أنا ما نشيش نزاع الحزن داخل أحد، بس الأثر الإيجابي اللي يهمنا الأثر الإيجابي. نعم. اللي يعبر عنه كذا. نعم. ترفع لنا للتوجيه. الرسام الكاريكاتير هنا يجي دوره، لازم يؤمن بدوره، ولازم يعني إيش أقول لك، يعني لازم يكون على قدر من المسؤولية وقدر من الثقافة، إنه يتعامل مع ناس ممكن يتأثروا، خاصة في المجتمع اليمني الثقافة عند الناس. نعم. فرسام الكاريكاتير المفروض ما يستغلش نقطة الضعف هذه عند الناس ويقوم بتوجيههم توجيه خاطئ. نعم. أمانة كبيرة جدا على رسام الكاريكاتير، لازم يعمل فيها بأمانة والله إنه محاسب أمام الله عز وجل. نعم. لازم يطرح الفكرة اللي هو مؤمن فيها بدون ضغوطات، بدون البحث على المادة. بعض أحيانا رسام الكاريكاتير طبعا هو حالة وحالة بيني وبينك. صحيح. يعني أيوة أحيانا ممكن يتعرض لضغوط مادية، ممكن يخضع لفكرة كذا خارق قناعته، لكن نصيحة يعني يتحمل. نعم. وربنا ما يفرقه، بس لا. نعم. يتخلى عن أمانته أبدا. نعم. طيب رشاد، الكاريكاتير والرسم على الكاريكاتير هل هو مثلا موهبة أم ربما علم يدرس، واللي حاب يدخل في هذا المجال ممكن يتخصص فيه ويتعلم ويصير من أشهر رسامي الكاريكاتير؟ شوف هو طبعا مو رسام الكاريكاتير، بس الآن يعني اكتشفت أنه في آلاف رسامي الكاريكاتير، مش شرط يكون رسام كاريكاتير يرسم. لا، لما تشوف صفحات التواصل الاجتماعي تحصل الحديثة، يعني يكون الحدث عاد حصل، تشوف مئات الفكاهات والنكات الساخرة من الموضوع. أصلا الكاريكاتير هو أصلا فكرة، نص الكاريكاتير فكرة والنص الثاني خطوط. فالفكرة هذه متواجدة عند ناس كثير، الفكرة الساخرة موجودة عند ناس كثير، ويمكن حتى احيانا يتفوقوا على رسام الكاريكاتير نفسه. نعم. يعني الفكره الساخره موجوده عند الناس مش رسامين. نعم. طيب بس الرسم بشكل عام هو طبعا موهبه، صعب انه. نعم. ممكن واحد يتعلمه، بس يعني باخذ له فترات ومراحل. نعم. طيب استاذ رشاد، اسمح لي اعود الى عدن مع الاستاذ احمد يحيى، وانضم الينا الان عبر السكايب، نراه بالصوت والصوره. استاذ احمد، عدنا لك مجددا. هل تعتقد استاذ احمد انت ايضا ان الكاريكاتير
لابد أن يكون رسام الكاريكاتير عنده حس من الفكاهة، عنده حس من السخرية، من أجل أن يجسد أي مشهد معين، أم ربما هو علم يدرس مثلما يعني يرى الكثير؟ أنت كيف ترى الفكرة يعني؟ لا، أنا أول مرة هي الفكرة قبل هذه دي موهبة، ولابد يعني أنا وجهة نظري. نعم، وجهة نظرك. نعم، أيوه، رسام الكاريكاتير يكون ساخر، دمه خفيف، صاحب نكتة، يلتقط أي فكرة ويحولها إلى كاريكاتير، إلى كاريكاتير، لأن الكاريكاتير هذا يسعد الناس ويناقش قضايا. نعم، الناس بس تتبع إيش اللي بعد كرة الكاريكاتير، رسام هذا الناس بدأت تتابع، لأن الناس بدأت، لأن القراءة لما تقدر تقرأ مادة ولا صفحة كاملة، الكاريكاتير هذا يلخص لك كل شيء في كلمتين، وآخر الناس خلاص ملت من كتب القراءة. نعم، والكلام اللي ما لهش أي يعني. نعم، طبعا موهبة قبل كل شيء. نعم، طيب أستاذ أحمد، الرسمة التي تجسد فيها قضية معينة قبل أن تنشرها في أي صحيفة أو في أي موقع إلكتروني أو في حتى مواقع التواصل الاجتماعي، هل تخضع مثلا ل يعني مراجعة من قبلك بأن إذا كان هذا المشهد اللي رسمته مضحك وأضحكك سينعكس على الجمهور، أو ليس بالضرورة أن يضحك من يقوم بالرسمة أصلا؟ طبعا والله بعض الأحيان أنا أفكر بالفكرة أضحك لنفسي، كان أنا مجنون، إيش الفكرة خلتنا أضحك؟ طبعا في زملاء معي قبل ما أكمل الكاريكاتير، قبل ما أرسله، نعم، أبدأ أستشير، أقول له إيش رأيك الكاريكاتير زي كذا، أخلي يقرأ الكلام اللي أكتبه بصوت مسموع، مشان لو تلاقي لك في كلام أفهم إن المواطن البسيط ما بيفهم الكلمة، أغير في المعنى، ولازم يكون بكل وضوح، لابد من أخذ الناس الآخر ومستشار يقول لك ما أخاف. نعم، نعم. أستاذ أحمد، أكثر كلمتك عليه من سابق عشان أيوة، ممكن الآن نشوفه صحيح، ممكن نشوفه الآن بالصورة، أيوة يعني نقرب هذا الكاميرا. أيوة هذا الكاريكاتير، هذا الكاريكاتير. ربما أستاذ أحمد الصورة ليست واضحة بالدقة الكافية لأنه عبر السكايب، لكن إن شاء الله إحنا سنستعرضها ربما في من خلال الجرافيكس الذي سنستعرضه بعد قليل. طيب استاذ احمد، تكرم بالبقاء معي، اسمح لي ان ارحب ايضا برسام الكاريكاتير الاستاذ هلال المرقب. مساء الخير هلال. هلال، مساء الخير. اذا يبدو ان هناك اشكاليه مع الاستاذ هلال المرقب عبر الهاتف، سنذهب مشاهدي الكرام نستعرض هذا او هذه الماده من الجرافيك الذي اعدها زميل وديع عطا، ومن ثم نكمل النقاش. تكرموا بالبقاء معنا. أعود للأستاذ رشاد السامعي من تعز. أستاذ رشاد، في محورنا الأخير الآن، الفن الكاريكاتير هل بالضرورة في صنع تغيير معين أن يكون الرسمة أن تحتوي كل تفاصيل المشهد، أم ربما تشيل لزاوية معينة في قضية معينة أو صنع تغيير أو انتقاد فساد؟ احيانا يكون الكاريكاتير يعني ممكن يستمر لسنوات عندما تنتقد قضايا الفساد. الكاريكاتير يعني حي على مدى سنوات طويله، يبقى
يعني اكبر شاهد رسومات ناجي العلي لحد الان، كانك تشوف الاحداث اللي رسمها اليوم. نعم. ايوه، بس في بعض القضايا طبعا انيه ما تستمرش طويلا، اللي تناقش القضايا بشكل يومي، القضايا السياسيه المتغيره تحتاج انه المواقف تتغير، طبعا المواقف سواء على المستوى الدولي او المستوى المحلي والاقليمي. نعم. في قضايا متحركه يعني تتغير بسرعه، ممكن الكركتين لو ما نشرتوش اليوم بكره يكون قضوا بايت خلاص، ما تقدرش ينشره بكره وبعد بكره. نعم. لازم يعني انا اقصد يعني من باب المبالغه انه الكركتير يموت، احيانا في بعض الافكار تقتل الكركتير اذا لم ينشر بسرعه. صحيح. وفي بعض القضايا يعني تبقى معك سنوات تخلد يعني. نعم. طيب رشاد، لو يعني قربنا بصوره ادق في الرسومات التي تقوم بها وتجسدها انت في الكاركاتير، ما هي يعني او ما هو الكاركاتير الذي ربما لم يمت مثل ما تحدثت ولا زال حاضر الى الان واحدث تغيير؟ والله لا اتذكر. لا تستذكر يعني الان يعني. نعم. يعني في كاركاتير اللي شفته الناس يتداولوا كل سنه اشوفه ينزل على النت وحصل على جمهور يعني كبير جدا، وتناقلته حتى صفحات عربيه اخرى، كان على المعاناه في رمضان. اعتقد المشاهدين الان اللي يشوفوا الكلام شافوا الكاركاتير اكيد يتذكروا يعني حق الطفل اللي يقول لامه الناس خرجوا من صلاه التراويح واحنا لسه ما فطرناش. هذا أثر بالناس كثير يعني. إذا نعم. جانب رسومات أخرى يعني. نعم. ما لا أستحضرها الآن. نعم. طيب رشاد، قبل أن أودعك وأختم معك، أكثر عمل سويته وأنت الآن تعتز فيه وتفتخر فيه ما هو؟ والله أعمالي كلها الحمد لله أعتز فيها، لأنه ما 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 أستعجلش بنشر الرسمة. نعم. لما أكون مؤمن بالفكرة ومؤمن يعني بمدى مصداقيتها، يعني نادرا كذا ما ندمت على كاريكاتير، بس اخذت الدروس طبعا، انا ما استعجلش باتخاذ قرار معين. نعم. الكاريكاتير الذي نعم الكاريكاتير الذي ندمت عليه، هل بامكانك ان تطلعنا ما هو يعني؟ أو ما كانت لا، هو قبل فترة هو كاريكاتير بسيط على فكرة، بس من ناحية إنسانية فقط يعني. أنا نعم. بديت أعرف من ناحية إنسانية. نعم. كان من ناحية إنسانية فقط. أيوة. نعم. طيب كاريكاتير سياسي، هو كان اجتماعي. نعم. طيب رشاد، هل الفنان الكاريكاتير والرسام الكاريكاتير يصل إلى مرحلة يكرر نفسه، أم هو مطالب بأن يكون متجدد دائما؟ لا، الكاريكاتير خطير جدا، هي إذا بدأت تستسلم لأي فكرة. نعم. فأنت اعتبر رسام الكاريكاتير. نعم. عشان يكون متجدد لازم يكون يتابع الأحداث بشكل يومي، لازم يكون يعني يوسع من اطلاعه وثقافته. نعم. يعرف إيش الأحداث اللي تصير يوميا يعني. نعم. ضروري. طيب. يتابع الأخبار، الواتس، يتابع أخبار الفيسبوك، يتابع التلفزيون، يتابع طبعا صحف، ما عاد فيش صحف الآن، خلاص انتهت الموضوع إن شاء الله. نعم. نرجع للزمن الجميل. نعم. لكن ضروري ما يكون متابع فطن وذكي وجيد بالتقاط الفكرة. نعم. أشكرك رشاد السامعي، شكرا لك، شرفتنا اليوم، وأنت من ربما ألمع نجوم رسامي الكاريكاتير في اليمن، دائما ما تجسد ريشتك العديد من القضايا، في الفساد، في مساندة الدولة، في انتقاد، في معالجة القضايا الاجتماعية. شكرا جزيلا لك رشاد. أعود عودة أخيرة ومحاولة أخيرة مع الأخ هلال المرقب. هلال، هل تسمعني؟ نعم بشير. اهلا ومرحبا بك هلال، ربما الاتصال لم يسعفنا من البدايه حتى تكون معنا من بدايه النقاش، لكن تجربه الكاركاتير ماذا مثلت بالنسبه لهلال، وما هو التغيير الذي احدثته في حياتك وفي على مستوى المجتمع من حولك؟ والله فن الكاريكاتير هو فن رائع يعني، جزء من حياه الفنان، ف يعني هو شكل شيء رائع، وهو يعني النافذة الوحيدة الذي نخاطب بها العالم ونخاطب بها الجمهور. فمن الكاريكاتير يعني بالذات من ثورة الرقعة العربية 2011. نعم. مثلت شيء جميل للرسامين والمبدعين، يمكن فقدنا موهبتنا أو بدأنا
يعني نخوض في هذا المجال، وإن شاء الله توفقنا في كثير من الأعمال والحمد لله. الحمد لله. طيب هلال، أيضا الأعمال التي حرصت أن تكون حاضر فيها بالتأكيد كان لك في 2011 وسائرة الثورة بكل مراحلها، وكنت حاضرا من خلال ريشتك، الآن مع المقاومة الشعبية واستعادة الدولة، أين هو هلال؟ والله أنا مثلي كمثل أي فنان، يعني دائما مواكب الأحداث أولا بأول، يعني من أيام الثورة حتى الآن، يعني وحتى آخر أعمال كانت لجامعة صنعاء والإضراب الشامل الذي نعم تم الإعلان عنه. فنحن نواكب كل الأحداث في هذا المجال، لأننا مجال كاريكاتير فن سهل وسافر، وتوصل الفكرة بكل سهولة للمثقفين وغير المثقفين يعني. نعم هلال، شكرا لك، معذرة لضيق الوقت، ونتمنى أن تكون معنا من بداية الحلقة، لكن الاتصال خذلنا وخذلك، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله يعني مزيد من الأعمال الجميلة التي تخدم الوطن بالتأكيد، وأنت صاحب ريشة جميلة. نشكرك جزيل الشكر هلال المرقب، كنت معنا عبر الهاتف. عودة أيضا إلى عدن أخيرة مع الأستاذ أحمد إحياء. أستاذ أحمد، ربما الأماكن التي تستقي منها من أجل أن تظل متجدد في رسوماتك في القضايا التي تناقشها، ما هو؟ مواطن نفسي، الحياة المعيشية، احتكاك الناس. الناس اللي يعانوا صحيح، هذا تشتغل كاريكاتير بكل أمانة لابد من النزول بين الناس. في المرافق الخدمية تشعر معاناة الآخرين وتوصل أصواتهم بكل أمانة، حتى الناس يحبوك ويدعوا لك، لأنه العمل توصل لهم أنت صوتهم. ويعني ما في رسامين كاريكاتير كثير، خاصة احنا في عدن، وذا الله يرحمه كان معنا الفنان محمد سعيد، وعدنان قمال الآن في صنعاء من أحد الرسامين القدامى وزميل طبعا الدراسة، والآن لازلت أنا أناضل مكافح، والباقي على الله وربنا يستر على الجميع. نعم طيب أستاذ أحمد، أشكرك لمشاركتك معنا، وإن شاء الله يعني دائما أنت بريشتك وحضورك المجتمعي دائما تحدث تغيير كبير. إن كان لك كلمة أخيرة من خلال بلقيس تريد أن تقولها، تفضل نختم بها منك. تحياتي لكم للجميع ولكل الطاقم، وأتمنى لليمن كل تقدم وازدهار، ولابد من الصبر والتفاؤل بالخير طبعا، وعام 2017 إن شاء الله عام الخير والعافية، برغم أنه سويت أولاد كاريكاتير. يقول له المذيع، يقول المواطن 2017 إيش بتعمل بها؟ قال بتسلف فوقها وبشتري دباغة. نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد يحيى، رسام الكاريكاتير المعروف، كنت معنا من محافظة عدن، على مشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، فنقرأ بعضا من هذه التعليقات. بسام الأرحبي يعلق، يقال أن الشعر هو فن الرسم بالكلمات، فلا شك أن الكاريكاتير هو فن الكلام بالرسم، ويعتبر واحد من أهم الأغصان الجديدة في شجرة السلطة الرابعة، وله أسلوب خاص في التوعية والتأثير، خاصة للعامة الذين لا يهتمون كثيرا بالقراءة أو لا يجيدونها. بسام الأرحبي. أيضا تعليق آخر من صديق البرنامج الأخ أنور الصبري، يعلق بالقول: الكاريكاتير فن كوميدي ساخر، له دور كبير في انتقاد الأفعال الخاطئة للسياسيين وكبار التجار، ويناقش قضايا مجتمعية وفنية وأيضا دينية، له دور كبير في مخاطبة كافة الفئات العمرية في المجتمع الواحد بصورة سلسة. أنور الصبري. أيضا تعليق آخر، الأخ أو الأخت فاطمة الأغبري تعلق: فن الكاريكاتير تأثيره في التوعية والتصدي للانقلاب، وهو له جمهوره كونه يصل للشرائح المتعلمة والغير متعلمة، وبالتالي فدوره كبير ورسالته أسرع في الوصول، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي. فاطمة الأغبري. رأي أخير نختم بحلقة اليوم من صديق البرنامج الأخ محمد الزقري، يعلق:
أقرب رسالة توضيحية يفهمها معظم الأشخاص، لها دور كبير للانتقاد لأي طرف لا يقوم بدوره الإنساني أو الوطني، أو لطرف لا يحمل مشروع وطني. نختم بهذا الأخ بهذا الرأي من الأخ محمد، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. أشكر ضيوفي الأكارم الذين كانوا معي في حلقة اليوم بين قوسين عبر السكايب. كان معنا من عدن الفنان أحمد يحيى رسام كاركاتير بصحيفة الأيام سابقا، وأيضا كان معنا عبر الهاتف من تعز الفنان الكاركاتير رشاد السامعي، وأيضا عبر الهاتف هلال المرقب. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.